نحن أمام قصر إشبيلية. قصر إشبيلية وقديما قصر بنو عباد. وهي أسرة عربية استطاعت تأسيس مملكة إشبيلية في زمن ملوك الطوائف. هذا القصر وبعد سقوطه على يد المملكة المسيحية القشتالية صار القصر تابع للملك القشتالي بدر الأول، والذي استمر بجلب المهندسين العرب والمسلمين لتزيين القصر. ونستطيع مشاهدة هذا التأثر بالعمارة العربية عندما نقش اسمه بالكتابة العربية على إحدى أروقة القصر. في عام 1248 سقطت مدينة إشبيلية على يد الملك القشتالي، والذي أصبح هذا القصر ملك له. هني تشوفون نهر الوادي الكبير أو الكوادي الكبير بالأسبانية. نهر الوادي الكبير له مكانة كبيرة في تاريخ المنطقة، فعلى ضفاف هذا النهر ازدهرت الزراعة، والتي ساهمت في ازدهار مدن مثل قرطبة وإشبيلية، خصوصا مع تقدم المسلمين في المجال الزراعي وجلبه مساليب الري الحديثة من مصر كنظام النواعير، والتي استطاعت أن تستغل القوة الديناميكية للماء وتوزيعه في قنوات متطورة واستخدامه للزراعة والصناعة. لكن النهر لم يكن دائما مصدر فائدة، فهو كان بوابة للفايكون للتوغل في أراضي المسلمين في القرن التاسع الميلادي. وأيضا من هنا انطلقت رحلات الاستكشاف للعالم الجديد، مثل رحلة المستكشف الإيطالي كولومبوس لتكتشف العالم الجديد، وتضع الإمبراطورية الإسبانية كواحدة من أقوى وأكبر الإمبراطوريات في ذلك الوقت، ولقبت بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. واحدة من أجمل الطرق اللي تشوف فيها المدن، تاخذ نفس هذا الحنطور وهو يوصلك ويشوفك المدينة كلها. حاليا نحن نمشي في ماريا لويسا بارك، حديقة ماريا لويسا، والحين وصلنا إلى ساحة إسبانيا. نحن الآن أمام منارة الجرالدا اللي بنيت في عهد دولة الموحدين سنة 1172، والتي كانت تحكم بلاد الأندلس. هذه المنارة كانت مستوحاة بشكل منارة موجودة في مدينة مراكش في مسجد كان يطلق عليه اسم مسجد الكتبية. طبعا الآن صارت هذه المنارة تابعة أو جزء من الكاتدرائية الموجودة هنا في إشبيلية، والتي بنيت على أنقاض المسجد اللي كان موجود في هذه المدينة. أتوقع هذه الأجزاء هي كانت الأجزاء الرئيسية في المسجد قبل أن يتحول إلى كاتدرائية موجودة هنا في مدينة إشبيلية. نلاحظ هنا الطرازات الإسلامية الموجودة في مباني إشبيلية، خصوصا الحديث منها. هذا يسمى الطراز المدجن، أو كما يحب يطلق عليه المحليين هنا في إقليم الأندلس، وهو طراز يجمع بين التصميم الإسلامي الأندلسي والطراز القوطي المعروف في جميع أنحاء أوروبا. خلصنا زيارتنا لمدينة إشبيلية، والحين إن شاء الله متوجهين لمدينة روندا. نوصل إن شاء الله هناك بالسلامة.
وصلت عند مدينة تسمى زهرة. هذه بعد واحدة من المدن اللي كان يسكنها المسلمين هنا في بلاد الأندلس، وبالقرب من روندا، بالقرب من قرية روندا. صعدت هذا المكان، ما بسير المدينة بصراحة، ما أتوقع أنه بيكون فيها شيء مهم. الحين برجع إلى السيارة وبتحرك على روندا من أول وجدة. هذا سد بانين هني، هاي البحيرة اللي تكونت من السد، أتوقع عشان تجميع مياه الأمطار واستخدامه في الزراعة. شوفوا هذا المشهد العجيب، يا سلام. هذيك هناك مدينة زهرة مثل ما قبل شوي تكلمنا عنها، وهذه المشاهد الجميلة. تعجبني بصراحة طبيعة إسبانيا، وأشوفها من الدول الجميلة حتى في الطبيعة. طبيعتها يسمونها طبيعة البحر المتوسط، أو يسمونها بالإنجليزي ميديتيريان. مناظر جميلة صراحة، مناظر قمة في الروعة. طبيعة الجنوب في إسبانيا مختلفة شوي عن باقي أوروبا، تغيب عنها الغابات الصنوبرية وتكثر فيها أشجار إقليم البحر المتوسط وبين الجبال العالية. وصلنا روندا. والمشهورة بجسرها المعلق. الجسر يربط بين طرفي المدينة. من الجسر تقدر تشوف الخدود العميق والنهر اللي يجري في قاعه. لكن أجمل مكان في المدينة هو المسار اللي يأخذك أسفل الوادي. نمشي في هالمسار نازلين على الوادي. شوفوا ما شاء الله مزارع الزيتون على مد البصر، وهذه شجرة الزيتون مثل ما شايفينها. ما أدري إذا شايفين الزيتون، خلنا نقرب شوي نقويكم الزيتون. بسم الله. هذه شجرة الزيتون، وهذا الزيتون، وهذه المشاهد الطبيعية هني في روندا. من الزيارة الأولى لي للمنطقة بصراحة أنا كنت معجب بالطبيعة اللي موجودة فيها روندا. ما شاء الله مناظر خيالية في كل الاتجاهات. تشوفون هني المزارع، وأساس الواحد يطلع للقرية ياخذ هذا الدرب، هذا الاتجاه يصعد هذه الطريقة، وهذه واحدة من البوابات اللي كانت تدخلك على المدينة. وطبعا هذا البناء بني في عهد المسلمين. هذا هني في درج، طلعني فوق البوابة. منظر جميل بصراحة. الجدران هذه بنيت في عهد المسلمين. هني بقايا لسور. هذا الممر قديما كانوا يستخدمون عشان ينزلون باتجاه النهر. اي والله في درب. هاي بيوت هني، والله اماكن غريبة هني في روندا. سبحان الله، هذه بيوت هني هجرت، ما اعرف شو كان هدفها ولا هاي الغرف شو تخدم بالضبط، لكنها مهجورة. يلا مشينا وايد بصراحة، نزولا من هذا الدرب.
حصلنا بيوت مهجورة وايد، ما أعرف صراحة شو قصة هاي البيوت المهجورة وشو كان غرض استخدامها. فكنا الحين قررنا نرجع، أصلا الدرب تقريبا انقطع هني، قررنا نرجع مرة ثانية فوق. هذه المدينة الصغيرة لها تاريخ كبير، ففي زمن الدولة الأموية استخدمها كثير من الثوار كثورة بن حفصون، والتي استمرت مدة من الزمن في الأندلس، وأيضا وبعد سقوط مملكة غرناطة آخر الممالك الإسلامية في بلاد الأندلس، اتجه كثير من المسلمين في قمم الجبال هروبا ونجاة بحياتهم، فاتخذوا من نفس هذه المدن مأوى لهم من الهلاك. بهذه التغطية أقدر أقول أننا غطينا تقريبا أهم الأماكن اللي موجودة في رواندا، وتعرفنا على المدينة بشكل أفضل.